السلام عليكم، عاملين ايه؟ النهارده جايين لكم باحتفال على فاستيفال بره في الشارع اهو. ده عن الساينس، العلوم تبع الكوليدج، تبع الجامعات. هاي. ده نسبة السكر في كل حاجة في هنا. اريو كيف؟ لا شوف حطها كده. طيب لا 150 دي حطها هنا مع ال، دي اكتر حاجة. المية زيرو طبعا، المية زيرو. ممكن دي 5 للأبل، هات 5 للأبل، هات 5 للأبل. ممكن دي هنا 100 هنا، ممكن لا هنا ودي ممكن هنا برضو، وهنا هات ال 60 حطها هنا. اها 100 هنا. العصير والابل 25 واو. بص دي اعلى حاجه. شوف خلصنا الجزء بتاع الجسم هنا. ده هنا بيعملوا ايه؟ سلايم. دلوقتي بتحط لهم الجلو اهو. هيعملوا في ايه؟ استنى ده ليك، هتحط له الاخضر. اضغط ضغطة كمان واحدة. هات واحدة من البتاعات اللي هناك دي عشان تقلب بيها. بس الخد واحدة اهي كمان، يعمل لون اصفر. كل ده هيبقى جامد كده. اقلب قلب قلب انت، بس القلب يلا. دي ميه. بص على بقى فاشل. دي كانت حاطه ميه، دلوقتي حطت الاكتيفيت. اعمل كمان بتاعت باسل اهي، هي اللي خلصت. بتاعت فارس الست بوظتها له، زودت له الحاجه. هنعمل له واحده في البيت احسن. يلا شيل بتاعتك يا باسل، هاتها. دي حاجه ثانيه. ما تلمسش، هيعمل صوت. ايوه لازم ايوه شاطر. لبست يا فارس بالراحة. شاطر. امسك بيدك التانية كده، لمست بيدك التانية، لمس التاني. خلاويص شاطر. ده هيعمل دايرة كهربائية. ايوه يوصل، لازم توصل الدايرة. ايوه لازم افتح هنا، دوس وتدوس التانية كمان. ايوه من هنا دخلهم في بعض. ايوه شوف هي عملت صوت. بص عشان دلوقتي في دايرة كهربائية، خلاص شيلها من بعض هيتسكت. طلع البنسل. دي موصلاها. ده هنا كده الخشب فصل الدايرة الكهربائية أو فصل الكهرباء، فهي حاطاه في النص كده، مفيش كهرباء بتمشي. أول ما تشيل القلم الكهرباء هتمشي فيها وتعمل الإنذار. اللون ايه؟ بيختار لون وبيحط له الرسمه هنا، الكرتونه دي، ومقفلين عليه. وبعدين المفروض بيلون وهو عاكس على المرايه. ايوه انزل لتحت، انزل لتحت. أيوة اول ما تبقى ثابت انزل لتحت. ايوه انزل كمان.
friends. عايزه نور. ايوه بس هو هذا عشان انت كده بتعكس اللي انت شايف. ايوه لا يلا ابدو لتحت. هو مش شايف, بيشوف في المراية والمفروض بيلون. شيل ايدك. لا لسه انت مش على الخط. مش على الخط. لا انزل تحت. ايوه وبعدين لا امشي يا فاهم. هنا بيعملوا البرين نفسها. ده هناخدها واحنا نعملها في البيت بقى عشان هي بص بتقطع من هنا بتقطع من هنا هنا. ده الليفت والرايت وبعدين تلزقهم في بعض وبعدين تبقى الدماغ زي اللي هو لابسها كده. يلا نشوف حاجه ثانيه. هم حطوا لبن وحطوا عليها الالوان دي. تعال حط الالوان. تعال بس تعال بس هنا شوف. لا ما خلاص احنا نشوفها خلاص. بص one drop. حط اللبن وحط عليه الالوان بعد كده حط الفيري عمل الموضوع ده. تعال بس بس. Alright. So it's because what? This milk has a little bit of water, like from outside. It was skimmed by this. Like two. The soap has both water loving and water hating parts. Where's the three layer? Three layer solution. دي يعني ثلاث طبقات من الحاجة بس. يعني زي الزيت ولون ومية حاجات الكثافة بتاعتها مختلفة. اها دي حاطينها بالسكر. دي فيها سكر كتير ودي فيها سكر 33% ودي زيرو. فتعمل طبقات مختلفة عشان الكثافة بتاعتها مختلفة. دوس يا فاهم. بيملاها بس كده واملا بيها ده. شاطر. اللي بعديها استنى تاني بس الباب يعمل اللي هي بتاعت الالوان والفيري وفيرس بيعمل دي. دلوقتي بص اللون اللي تحت لوحده واللي فوق لوحده. واو. شوف اللون اللي بعديه. بس بيحط دلوقتي ده اخف واحده لايت وان عشان كده هو هيفضل فوق. واو. بس اللي لسه بيعمل بتاعته اهو هيحط. واو بتاعتك حلوة يا باسل. هنا بقى بيقول لك ازاي تبقى حياتك حلوه. ان انت مثلا تقضي وقت مع اهلك, ان انت تاكل كويس, ان انت تعمل اكسرسايز. في انواع حاجات كتيره فهم عاملين اكتيفيتي هنا. اختار ايه الحاجات اللي انت بتحبها تعملها عشان تبقى حياتك حلوه او حياتك هيلثي. هنا بيعملوا اكنها مدينه. المدينه دي بيعملوها بالخنزير زي ما انتوا شايفين كده. وهنا في بادق تانيين. هو بيختبوا هنا بقى حكايه الزلازل والثبات بتاع المدينه. روحي بس نعمل معاهم يلا.